السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى انكم كلكم تكونوا بخير وعلى خير. نهار جديد، فيديو جديد باذن الله. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم حلوه ديال زمان، حلوه الصبر ديال اللي بزاف طلبتوها مني. وكيف قلت لكم دائما اي وصفه تبغوني نحضرها معكم خليوها لي في التعليق وان شاء الله نلبي لكم الطلب ديالكم. بالنسبه لهاد الحلوه هذه اولا حلوه السبرديله، كتجي بنينه بزاف، كتجي مقرمشه بواحد العجين اللي ناجح مليون في المئه. وممكن تعتمدوا على هاد العجين في بزاف ديال الانواع ديال الحلويات اللي كيكون بالعجين المورق. كيف كتشوفوا هذا هو التوراق ديال الحلوه ديالنا، كتجي واعره وبنينه وغير كتذوقوها كترجعكم للزمان. بلا ما نطول عليكم نخليكم تشوفوا معايا الفيديو، ولكن قبل ما كرهت شكلكم تحطوا لي لايك للفيديو. شكرا لكم اللي يخطيكم. نبداو على بركه الله بالمكونات اللي غادي نحتاج فيهم. عندي هنا راه هاد الزلافه راه كبيره عامرانيت، فيها 330 غرام. عندي كاس ديال الماء، عندي نص معلقه صغيره ديال الملحه، 120 غرام ديال المارغرين الخاصه بالتوريع، وغادي نحتاج 3 معالق كبار ديال الزيت. بالنسبه لهاد كريم شونتي هذه غادي نخليوها حتى الاخر ان شاء الله، نوريكم شنو غادي نديروا بها. المهم هادو هما المكونات، ندوزو على بركه الله في طريقه التحضير. ممكن تعجنوها بايديكم كيف كنقول لكم دائما، ولكن الا كانت العجينه واجده علاش لا نستغلوها. المهم هنايا غادي ندير هنا الضعيع المهربل، والضعيع يكون خاص بالحلويات، نوعيه مزيان. غادي نزيد عليه واحد 3 المعالق كبار ديال الزيت، غادي نزيد الملحه صافي. دابا غادي نبدا نزيد الماء بشويه بشويه، وفي نفس الوقت كنعجن. صافي العجينه ديالي راه هاد شمعات، هزات ليا الكاس ديال الماء. بالنسبه للكاس فيه 150 مليلتر. العجينه ديالنا ما خصهاش تكون مرخوفه وما خصهاش تكون قاصحه بزاف، هانتوما شفتوا. المهم كاس كافي فهاد الكميه ديال الدقيق اللي عطيتكم. دابا هنا وجدت واحد البلاستيكه، نجمع العجينه ديالي خليتها كدلك. غادي نديرها في البلاستيكه ونخليها هكا غير على جنب، حيت اصلا الجو بارد دابا، نخليها على جنب ترتاح. في نفس الوقت دابا غادي ناخذ ورق الزبده، غادي ناخذ هذيك 120 غرام ديال المارغرين، وغادي نسرحها واحد الشويه هاد المارغرين هادي. صافي دابا غادي ناخذ العجينه ديالي من بعد ما خليتها ارتاحت واحد 15 دقيقه تقريبا، نتوما راه تاكل بزاف. دابا غادي ناخذ ضروري شويه ديال الدقيق نسرحها. دابا غادي ناخذ هذيك مارغرين اللي سرحتها، غادي نحاول انني نطوي هاد الجناب هكا، كنسد على هذيك المارغرين ما خصهاش تبقى تبان. دابا غادي نرش شويه ديال الدقيق باش ما تلصقش لينا، غير شي شويه ما كنكثرش الدقيق، وغادي نسرحها هكا بشكل طولي. غادي ندورها لهاد الشيء ها، وغادي نطويها بهذه الطريقه، كنحط وحده فوق وحده بحال هكا.
غادي نعاود نسرحها مره اخرى المره الثانيه. من بعد ما سرحتها مره اخرى غادي نطويها بحال هكا. الافضل دائما الجهه الثانيه هي اللي نرجعوها لفوق، ولكن دابا في هذه المرحله غادي نغطيها بالبلاستيك، نديرها نخليها ترتاح واحد 15 دقيقه في الثلاجه ونرجع معكم ان شاء الله. دابا من بعد ما دازت ربع ساعه جبدت العجينه مره اخرى، وغادي ندير نفس الطريقه اللي ورقت بها في الاول، يعني جوج مرات كنسرحها بالطول وكنطويها، عاوتاني كنسرحها بالطول وكنطويها، جوج ديال المرات هذه العمليه كتعاود. غادي نطويها وغادي نعاود مره اخرى نسرحها ونطويها وندخلها واحد ربع ساعه للثلاجه. صافي دابا من بعد ما دازت ربع ساعه غادي نجبد العجينه ديالي وغادي نخدم بها. ممكن تحتفظوا بها بحال هكا في الثلاجه كتبقى حتى لشهر كتبقى مزيانه. غادي نسرح العجينه ديالي، ما نسرحوش بزاف، نخليوها غليظه شي شويه. انتم البنات شوفوا السمك ديال العجينه ديالي كيفاش خليتها، ما نرقوهاش بزاف. دابا غادي ناخذ هاد الدائره هذه وغادي نطبع، حاولوا غير نهبطوها بحال هكا. نوريكم السمك ديالها انتوما شفتوا. المهم انا غادي نكمل العجينه كامله نطبعها ونرجع معكم ان شاء الله. انتم البنات هاد العجينه اللي بقات ليا ماشي كنخمجها بحال هكا، باش تبقى مولعه كندير حاجه وفوق حاجه، فهمتوا؟ وغادي نشد المدلك وغادي نسرحها ونطويها مره اخرى، ندخلها للثلاجه ترتاح وديك الساعه نعاود نخدم بها. صافي دابا غادي نحيد الدقائق من هنا، غادي ناخذ السكر سنيده هي اللي غادي نسرح فيها هاد العجينه. نحطها بحال هكا باش تجينا ساهله. نبداو بهادي، كنرشو عليها شويه ديال السكر. وغادي نسرحها بالشكل الطولي، هانتوما بحال هكا غير شويه، ما نكثروش ما نرقوهاش بزاف. صافي انا نوريكم، شوفوا السمك ديالها شو غادي نصوصوه من داك السكر اللي زايد، وغادي نحطوها فوق ورق المطبخ في لاطفه ورق المطبخ، وغادي نكمل كلشي بنفس الطريقه، نحاولوا كلهم يكونوا بنفس الحجم. نتوما صافي انا غادي نكمل بنفس الطريقه ونرجع معكم ان شاء الله. صافي البنات دابا غادي ندخلهم الفران، بالنسبه للفران كيكون سخون من قبل درجه الحراره 180، انا غادي نشعل لهم من الفوق ومن التحت، تقريبا كياخذوا واحد 30 دقيقه حتى 35 دقيقه، المهم على حساب الفران ديالكم. من بعد ما غادي يطيبوا غادي نرجع معكم نقول لكم طريقه التزيين ديالهم. صافي البنات ها هما راه طابوا وتحمروا، هانتوما هذه راه صراحه طيبتها بوحدها، نتوما شوفوا كيفاش كتجي نفخات بزاف. هذه طيبتها كان الفران باقي ما سخونش مزيان، هنا ها نتوما شوفوا كيفاش كتجي، شفتوا خاصها تكون محمره بحال هكا وش تجي مقرمشه. دابا غادي نخليها حتى تبرد تماما، عاد غادا ندير نزينهم بالكريمه. شوفوا
دابا غادي ندوز نحضر الكريمه. غادي ناخذ كاس ديال الحليب بارد من الثلاجه مباشره غادي نخدم به، وغادي ناخذ هنا بودره شونتي اولا كريم شونتي علبه واحده. غادي نطرب الكريمه حتى كتطلع وغادي نزين بها هاد الحلوه هاد. صافي الكريمه ديالها هي طلعت، شوف كيفاش كتجي، عرفتوا راه زوينه هاد الكريمه، كتجي شاده راسها. هنا غادي ندير هاد الطوش هذا، غادي ناخذ دابا بحال هكا، غادي ناخذ الوجه ديالها نتوماو هادي، غادي نخليوها بحال هكا باش نديرو وحده في وحده. بسم الله، نتوما الشكل ديالها كيفاش كتجي.